هذا سعاد، يمكن الجميع يسمع كلمة الحجر لكن ما هو عارف بالضبط ما شنو معنات كلمة الحجر. الحجر هو وضع اليد على الأموال اللي يملكها المحجور عليه، بحيث أنه يوقفون تصرفاته لأنه يكون فاقد الأهلية أو ناقص الأهلية، فبالتالي يصبح ليس لديه الحق في أن يقوم بأي تصرفات قانونية على ما يملكه من أصول أو من أموال. ممتاز. يعني إذا بناخذها بموضوعنا أو صلب موضوعنا لهذا اليوم، هل هناك سند قانوني للأبناء برفع دعاوى الحجر على الأباء أو حتى يعني؟ هو القانون حدد من يحق من يجب الحجر عليه. في القانون المدني عندنا نوعين من الناس اللي ممكن يتم الحجر عليهم. عندنا الحجر على الصغير والمجنون والمعتوه، هذه حتى مو محتاجين حتى حكم محكمة، مباشرة لوضعهم عدم الإدراك وفقدهم للأهلية يجب أن يتم الحجر عليهم، إن ما يكون من أقربائهم ممكن عن طريق شؤون القصر. النوع الثاني، إحنا هذا اللي عندنا الحين، النوع الثاني هو المعتوه أو السفيه. المعتوه أو السفيه يجب أن يكون هناك تقارير طبية، استجواب القاضي لا والحديث معه، إذا تأكد أنه هو ناقص الأهلية، طبعا هذا ما يكون معدوم الأهلية، هذا يكون ناقص الأهلية، هني يتحتم على القاضي أن يحكم بالحجر عليه لصالح إما أبنائه كما نص القانون الأرشد ثم الأرشد، أو أباه أو جده لأبيه. جده لأبيه، جده لأبيه. طبعا أبنائه الذكور الأرشد ثم الأرشد، إيه؟ فهني يحكم القاضي بأنه يجب أن يتم الحجر عليه للسيطرة على تصرفاته المالية. احنا عندنا يعني ممكن نشرح ما شنو يقصدون بالسفيه. السفيه اللي هو يبذر فلوسه أمواله، ينفقها بطريقة فيها تبذير ضياع لهذه الأموال، فيجب أن يتم السيطرة عليه. في سورة النساء قال سبحان الله وتعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، يعني حتى الله سبحانه وتعالى أوصى أن السفيه يجب أن يتم تقييده. أما المعتوه اللي هي تصرفاته المالية تكون غير مربحة ويسهل غبنه، شنو؟ أن النصب عليه أو خداعه، مثلا يقولوا له يبوا له كؤوخ، يقولوا له هذا يسوى 500,000 دينار كويتي، يقتنع أنه يسوى فيوقع لهم ويشتري، هذا المغبون. لكن ما يكون في بعض المرات تلاعب في بعض الحالات، يمكن يلجأ الأبناء إلى مثلا تزوير مثلا الوثيقة إنه أو يطلعون مثلا من الطب النفسي تقرير إنه والله الأب مثلا يعاني من حالة مثلا التلاعب عقلية صعب. أو شيء التلاعب صعب خصوصا في القضاء الكويتي، لأن عندنا القضاء الكويتي وايد دقيق، يعتمد على تقرير من الطب النفسي، يعتمد على القاضي نفسه يستدعي المحجور عليه يناقشه يتكلم معاه، إذا شافه من نوع اللي يتأتئ، مو يتأتئ، اللي عنده المعلومات متلخبطة، يتشتت مو مركز، لا هذا لازم يحجر عليه، لأنه ممكن يتعرض للنصب، للاحتيال، استغلال النواقص هذه اللي فيه النفسية ويضيع أمواله. بس احنا لازم نلاحظ أنه يعني لا نؤاخذ على أي شخص يرفع دعوة حجر على أبوه أو ابنه أو أخوه، لأن من يحق له رفع دعوة الحجر؟ من له مصلحة في أموال المحجور عليه؟ أكيد. أنا لي مصلحة، هذا الشخص إذا 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 يعني إذا توفى راح أكون أحد ورثته، فمن حقي إني أدافع على أموالي، هذه أموالي تعتبر، فبالتالي من حقي أني أرفع دعوة حجر عليه. ممتاز. الحين أنا بس عندي هذا الاستفسار، لأنك مثل ما تفضلت قلتي أنه يعني اللي يحجر هو خلينا نقول الأبناء مثلا. الآن في حالة الأبناء هم لهم تراتبية، صحيح؟ الراشد منهم ومن ثم الأرشد. لا، هو ممكن أنا أرفع دعوة حجر بس مو شرط يعينوني أنا قيم عليه، أنا أرفع دعوة حجر والقاضي هو يختار من هو الأرشد ثم الأرشد ثم الأرشد. طيب الحالة تكون كالآتي، إن الأبناء مثلا مو راضين أنه يرفعون قضية حجر على الأب، ويعتقدون أنه هو كامل الأهلية وأهل يعني غير معتوه، ولكن أو غير سفيه، أو غير سفيه مثلا، ولكن في أحد الأبناء مصر أن الأب لا يعاني من هذه الاضطرابات، يرفع دعوة من حقه. طيب وهل ترجع له الوصايا؟
يعتمد هو يبي هو ياخذ الوصاية القوامة على أبيه يشوف القاضي إذا هو صالح طبعا في شروط على القوامة أكيد. إذا شافه أصلح يعينه ما في مشكلة إلا إذا طبعا إخوانه طعنوا في قوام أنه هو غير صالح طبعا الشروط المفروض يكون عدل يكون كف يكون لم يصدر عليه حكم شهر أفلاس إذا لم يرد اعتباره إذا لم يصدر عليه حكم أيضا حجر للعتق أو السفاهة ايضا التمييز اضاف شرط وايد مهم انه ما يصدر عليه حكم حكم جزائي جرائم مخله بالشرف والامانه في هالحاله اذا ما توفرت فيه هذه الامور كلها اذا مو موجوده فيه ممكن اصلح ممكن. يعني بالنسبه لما نتكلم عن الابناء يمكن يعني بمجتمعنا احنا نشوف كلمه الحجر او قضايا الحجر شويه فيها نوع من يعني الوقع السيء والقاسي مثلا على الاباء ودائما يشوفون ان الابناء ما لهم حق انه يرفعون حجر لان بالنهايه هذه اموال الاب او الام يعني لو بنتكلم في اي الحالات اللي فعلا يتم اثبات ان الابناء لهم حق انه يرفعون قضايا الحجر مثل ما قلت لك هم بمجرد ما يقدم ما يثبت ان هذا الاب سفيه او في نوع من عدم الادراك لتصرفاته اصبح من حق الابناء يرفعون دعوى حجر لا يعني احنا على فكره القضاء او احنا كمحامين ما نتعامل بمشاعرنا نتعامل بقانون وننظر للاصلح للمحجور عليه على فكره الحجر ينظر فيه لمصلحه المحجور عليه وليس اكيد القيم او اللي طالبين الحجر ينظر لمصلحته لان هذه امواله خوفا من النصابين المخادعين تبذير الأموال تبديدها القيام بتصرفات غير مدرك لما يقوم فيه فيعني بالتالي احنا قاعد نحمي المحجور عليه ما قاعد نحمي اللي طالبين الحجر أكيد أيضا أستاذة سعاد خلينا نفرض أن أحد الأبناء قام برفع دعوة حجر على الأب مثلا ولكن الأب يعتقد في قرارة نفسه أنه هو ما في مشكلة وما هو مبذر لأمواله ولا هو بالسفيه شلون طريقة الدفاع هل يقدر يطعن بهذا يقدر يثبت بالشهود بالقرائن بالعقود يعني مثلا أنا تاجر أنا أب تاجر وأعمل عقود صفقات عندي تعاملات مع الناس فهذه العقود والصفقات ممكن أعرضها على القاضي إن هل فيها ما يثبت أني أنا سفيه أو معتوه أجيب شهود الناس اللي أنا تعاملت معهم أنتوا تعاملكم معايا شهود هل أنا دليل على أني فيني ما يدل على أني أنا سفيه أو معتوه بالعكس فيه كثير من القرائن والأدلة يقدر يستخدمها أنا ممكن أتجادل مع القاضي أنا المطلوب حجر علي أطلب أتناقش مع القاضي شوفني تناقش معي هل أنا دليل فيني ما يثبت أني أنا معتوه أو سفيه هذه كلها دلائل وقرائن يقدر يثبت عكس ما يدعيه ابني او اخوي او يعني الاقرباء اللي لهم حق رفع دعوى الحجر واذا تعذر حضور مثلا الاب مثلا تم رفع قضيه حجر وطلب القاضي حضور مثلا الاب وفي كان سبب يمنع حضوره في مجال السبب اذا كان مسافر او مريض يؤجلها يعني ما في اي مجال ان القاضي يحكم ان في حاله غياب لازم الاب القاضي يشوف المحجور عليه لازم والا يعتبر الحكم ناقص لازم القاضي يشوف المحجور لازم تكون في أدلة قوية لازم يكون في تقرير نفسي طب نفسي لازم هذه كلها تكون متوفرة عشان يقدر القاضي يحكم بالحجر عليه ممكن أيضا يبقى أو ما يحكم للحجر ما يحكم أستاذة سعاد أيضا إذا بنتكلم عن الحجر من قبل الأطراف الأخرى غير الأبناء مثلا الزوجة ممكن ترفع قضية حجر على زوجها حجر على زوجها بس ما تعين إيه من اللي يعين؟ لازم ذكر اي واذا ما كان فيه بالاسره مثلا ما عنده الاب مثلا ما عنده ابناء عنده بس بنات وزوجته اذا بموافقه اذا ما حط طعن ممكن يتم تعيينها ممكن اذا 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 شاف القاضي انها مؤهله ممكن يتم تعيينها بس ممكن يطعن في طيب يطعن من لانه قبل القوامه عاده تكون للرجل ممتاز طيب يطعن من قبل منو هذه النقطه الان اذا هو ما عنده ذكور أي شخص متضرر الإخوان أي شخص مثلا متضرر إخوانه ممكن أي. يعني مثلا الرجل عنده بس ذريته بنات أي. وزوجته أي. وكان الرجل يعني في علامات العتق أو السفاهة أو شيء من هالقبيل فرفعت الزوجة دعوة الحجر عليه وتم تعيينها
ممكن اذا اخوانه لانهم ممكن يدخلون في التركه اكيد يطعنون بعدم اهليتها فبالتالي ممكن تنتقل الاهليه للاخ او الاب او الجد لاب. زين في حاله الزوجه اذا رفعت قضيه الحجر بس لانها شافت ان مثلا زوجها مثلا يعني يتزوج اكثر من مره تقدر ان يكون سبب رفع قضيه الحجر انه والله الزوج قاعد يتزوج اكثر من مره وفي مجال انه مثلا يكون عنده ابناء او انه هو قاعد يصرف يعني فلوسه في اولا الزواج الشرع حلله لكن اذا شافوا ان هذا الزواج مثلا غير متكافئ مثلا يتزوج خدامته يتزوج يعني صغير او في مصلحه او صغيره والصغيره تلاعب بامواله ممكن احد ابنائه يرفع دعوى حجر ما في مشكله ما في مشكله ممتاز الان يبقى السؤال الان القائم على المحجور عليه وعند القوامه هذا الشخص تصرفه بالاموال شلون يكون طبعا هو لازم يكون دائما تصرفاته في الاموال بما يعود لمصلحه المحجور عليه دائما لا يكون فيها تبديد للاموال ولا تبذير ولا يكون فيها تصرفات ماليه تعود لمصلحه القيم اي مصلحه شخصيه اي تكون مصلحه شخصيه يعني ممكن بقيه الورثه يجبرونه انه يقدم تقارير شهريه صحيح كل ثلاثة اشهر سنويه ممكن اذا شكوا في أداءه أو في طريقة تصرفاته إيه؟ يرفعون دعوة محاسبة قيم أو محاسبة يعني نفس شلون محاسبة الوكيل أكيد. نفس الشيء يحاسبونه بحيث يعني إذا شكوا فيه يرفعون عليه دعوة ويوقفون أيضا قوامته يستطيعون يقدرون يعني. إحنا بنتكلم يعني بوجهة نظر الآباء شلون يقدر مثلا يحمي نفسه إنه بالمستقبل إنه ما يتم رفع عليه قضية حجر من قبل الأبناء تكون كل تصرفاته مدروسة يحمي نفسه انه يبين ان كل يعني انها تكون مدروسه انها تكون قانونيه انه ما في مجال الطعن فيه انه هو بذر او بدد اموال هني لما تكون هو محاوط نفسه باطار قانوني وبحيث انه ما يتهم بتبديد الاموال او بالعته او بالسف لا هني يكون حمى نفسه بس هو مو من حقه يعني بالنهايه هذه امواله يمكن انا اشوف يمكن احد الابناء يشوف ان هذا اسراف لكن الاب بالنسبه له هذا يعني امواله ولا الحق انه يتصرف فيها يصرفها مثل ما يشاء بحدود بحدود انا اكيد كل انسان له حق التصرف في امواله لكن لما يوصل لمرحله التبذير والتبديد بشكل يعني عندنا احنا حالات احيانا الاب نشوفه يبالغ بالتبذير بتبديد الفلوس فهذا لازم يحجر عليه احيانا حتى بالاعمال الخيريه يبالغ فهذا ايضا لازم يحجر حتى يعني مثل يقول انا قاعد اسوي فعل الخير طيب اوكي اشتغل بالخير لكن بحدود ما تضيع حقوق عيالك اكيد ما لهم ذنب اكيد ايضا استاذه سعاد بالنهايه قبل بس نختم هذا اللقاء الان خلينا نفرض ان الولد كمل السن القانوني وهو فوق ال 21 سنه والولد يمكن تكون عنده وظيفه عنده صنعه مثلا وما شاء الله يعني عنده مدخول ثابت او يمكن مرتفع ممكن الاب الان العكس انه يحجر على ولده ممكن يحجر على طالما تتوفر فيه الشروط اللي المفروض يحجر عليه يقدر يحجر عليه فهي غير محكومه بصله قرابه او يعني حتى ممكن يحجر على بنته حتى على بنته ممكن يعني احنا عندنا قضيه مثلا سعى الاب انه يحجر على بنته لانها ورثت من زوجها اموال طائله ممتاز وتمت قاعده عند ابوها فحس انه يعني حب يستفيد من الاموال فرفع دعوى حجر على بنته بس هذه الاموال مو امواله نعم الاموال مو اموالها اموالها إيه هي هي ما عندها اولاد هي اموالها فبالتالي اذا توفت الاموال تؤول الى الاب والام والاخوان والاخوان فهو يبي يعني يسيطر عليها حب يدعي ان هي في عنده على اساس انها بنت وقاعد تبذر والامور هذه كلها فحب يحجر عليها لكن ما كسب طبعا ما كسب بالفعل يعني هذا موضوع الان يتم مناقشته وممكن انتم يعني انتم اصحاب الاختصاص ممكن تشوفونه مثل ما تفضلت قلتي عندنا حاله فاذا هي حالات اكيد ومتواجده في المجتمع وجميع ايضا المجتمعات اول شيء يعطيك الف عافيه استاذه سعاد وشكرا لك على هذا اللقاء ووضع النقاط على الحروف فيما يخص موضوع الحجر كل الشكر لك حياكم الله عزيزي الله يسلمك.